عداتنا وامكانياتنا راهي ما تضربتش فوا 26 كيما تضرب التراب البلدي. دونك احنا قاعدين نحاولوا كل عام نخصوا في اعتمادات وقاعدين نعزوا في اسطولنا. عندنا زاد اشكاليات فيما يخص عمليه النظافه. بلديه باجه تعاني كيما البلديات الكل من اشكاليات في الميزانيه. ثم الراسيو ريسبكتيف في العنوان الاول في نسبه التاجير اللي توا ما يخاولوناش ان ننتدبوا. تباه عندنا نقص. احنا عندنا في عمليه النظافه المنطقه البلديه اللي تشوف فيها هذه كل يخدموا فيها 60 عامل. 60 عامل راهو منهم 18 سائق. والاخرين مرافقين او رافعين. دونك عندنا اشكاليات كبيره في راس المال البشري في بلديه باش. الانتداب معناها بون احنا يمكن عندنا عميل ثاني كان ثم نتاع متصرفين وكذا وذيني تسهيل العمل الاداري. وكانت عندنا نيه في قصد ثاني انه ناخذوا نعملوا انتدابات نتاع عمل لتدعيم معناها الرصيد البشري. ولكن هذا مش ممكن لانه احنا متجاوزين في ميزانيتنا متجاوزين 60% من التأجير. دونك هذه عوائق اللي عندنا في الميزانية. من مش خاطر طول الكوفيد وفات وكذا نسينا اللي عامين يتعداو. راهو البلديات كل منهم بلدية باجة عدات عامين بمداخيل براتيكمون منعدمه.